اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج درع الاهلي، معاكم احمد قيشو، وهنرد النهارده على حكايات احمد عفيفي وهنثبت ان كلها كذب وملهاش اي علاقه بالواقع. ويلا بينا نشوف هو قال ايه ونرجع نرد عليه. كان في مباراه بين الاهلي والاسيوطي وقتها وبيراميدز حاليا، وفي تلك المباراه الكابتن شريف رشوان تم الاعتداء عليه بواسطه وليد سليمان لما شد له التيشيرت، لقطه شهيره كلنا فاكرينها مش محتاج افكركم بيها. اخذ وليد سليمان كارت احمر في نفس المباراه. ولكن بعد هذا التاريخ 27 اكتوبر 2014 ولمده سنتين فضل شريف رشوان يحكم في الدوري مباريات كثيره ليس من ضمنها اي مباراه للاهلي ابدا، نتيجة الغضب العارم اللي حصل بعد لقطة وليد سليمان. زي ما قلنا كده الحكايات كلها كذب ومن خيال صاحبها، لأنه المباراة دي مباراة الأهلي والأسيوطي واللي انتهت بتعادل الفريقين كان فيها أربع أخطاء تحكيمية، وده السبب الحقيقي اللي ما قالوش عفيفي للغضب العارم من الحكم ده. الغضب نتيجة للأخطاء الكتير جداً اللي اتظلم فيها الأهلي، 3 ضربات جزاء ما حسبهاش الحكم، وكمان مساعده ألغى هدف صحيح للأهلي بداعي التسلل. إذن لما كل الأخطاء دي تحصل في ماتش واحد طبيعي الأهلي يتضايق من الحكم ده ويطالب بأنه ما يحكملوش تاني، بالتالي الأخطاء دي هي سبب الغضب العارم مش أبداً لقطة وليد سليمان. في خلال السنتين اللي ما حكمش فيهم ولا مباراة للأهلي حكم مباراة واحدة للزمالك يوم 3 مارس 2016، والمباراة دي شهدت اللقطة دي. نروح بقى لماتش الزمالك والإنتاج الحربي، واللي انت عرضت منه نص الحقيقة بس، لأنك عرضت ضربة جزاء صحيحة فعلا لم تحتسب لصالح الزمالك في المباراة دي، لكنك ما عرضتش عامداً أو جاهلاً ضربة جزاء صحيحة برضو لم تحتسب على الزمالك في المباراة نفسها. بص أكل ومقص قدام وورا تمام هنا تمام. هو يمكن في لعب هنا يمكن قافل شوية، ولكن خلينا أقول إن معروف هنا في لطشة من تحت كابتن إبراهيم، وهنا الكرة اللاعب المهاجم نجح في إن هو يلعب الكرة، وبالتالي هنا في دخول أيضاً بإهمال من معروف، وركلة الجزاء المفروض كانت تحتسب ليه النادي الانتاج الحربي. طيب يلا نروح للي بعديه. إذن الحكم اللي ظلمني 4 أخطاء تحكيمية ظلمك في خطأ وجاملك في خطأ، يعني ما ظلمكش ربع ما ظلم النادي الأهلي. كده حكايتك الأولى طلعت في شنك. تعال بقى أقول لك أنا حكاية حقيقية تماما. فاكر أنت الحكم ياسر محمود اللي حكم لك ماتش الزمالك والمقصة في 2011، واللي كان فيه طبعا لمسة يد الشهيرة اللي انتوا اغتلتوه إعلاميا بسببها لدرجة أنه أعلن اعتزاله التحكيم؟ الحكم اللي ظلم الزمالك اعتزل التحكيم يا جماعة، مش بس ما حكمش لمدة 2 ولا 3 بعد كده لصالح الزمالك، ده اعتزل. هو رجع بعد كده من اعتزاله بس كده لحفظ ماء الوجه وحكم له ماتش كده حلاوة تروح في الماتش او الموسم اللي بعده، لكن طبعا الراجل ما قدرش يكمل بسبب الاغتيال الاعلامي اللي اتعرض له، ونتيجه لكده اعتزل، مش بس ما حكمش للزمالك زي ما انت بتتكلم عن حكم شريف رشوان اللي ما حكمش الاهلي لمده 2 سنين بعد الماتش ده.